السلام عليكم متابعين الكرام، مرحبا بكم في أقوال ناس زمان، كلام الأجداد، أمثال شعبية بالدارجة المغاربية. قالوا زمان النية في هذا الزمان قليلة، كل شي ولا غير بالحيلة، واللي تظنه معقول يطلع جرتيلة. اللي مشى عليك نساه في ليلة، عيش حياتك الدنيا ما هي طويلة، وكون ينفع السحور كون بنت السحارة ما تبور. قالوا زمان حضي راسك من تنين، من جوعان جمع قرشين، ومن جاهل حفظ سطرين. العبد عليه بالحركة وربيه بالبركة. قالوا زمان صبر وما تكونش سريع، لازم زمان كيواتي، بعد الشتا يجي ربيع وبعد نكد الفرحياتي. اللي بغى يصاحب القراب عبد الدايم، يصاحبه في الشتا والليالي ماشي غير في السمايم. المطر مربوط بالبركة، البركة طارت وتبعها المطر. كانت معانا 10 وكانوا معانا حباب، غير هما قلبوا الصفحة وحنا حرقنا الكتاب. قالوا زمان غيرت الراجل تجي وتروح، وغيرت المرأة تطيح روح. باع القرض وضحك على من شراه. قالوا زمان لي حيط طماع طويلة، وحبال الكذوب قصيرة، وعمره ما يربح مول الحيلة. قال المجدوب مزين نساب ضحكات، لو كانوا فيها يدوموا، الحوت يعوم في الماء وهما بلا ما يعوموا. وزاد قال يا قلبي نكويك بالنار، ويلا بردتي نزيدك، يا قلبي خلفتي العار وتريد من لا يريدك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.